تلاميذ السنة الثانية بكالوريا بعد ما قررت الوزارة اليوم وأعلنت على أن الوطني غيكون إن شاء الله في شهر 7. غادي نحاولوا نديروا دي فيديو إن شاء الله ونحاولوا نديروا مراجعة ديال مختلف ديال الدروس وغنديروا بلوتو مع كيف ما كتعرفوا أن الدروس راه تخو شارجي ولكن غنحاولوا أن نديروا ملخصات ديال كل درس ونديروا غنشرحوا بشكل اللي هو بسيط جدا وغنحاول انني نركز على اهم النقط اللي كيتحطوا في الوطني غنحاول كل درس يعني تبعوا معايا من الاول الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو واشاك فوا انا غادي نحط ان شاء الله ملخص ديال كاع ديال الدروس وباش هكا ضمنوا دي بون نوت وتجيبوا النقط اللي هي مرتفعه ان شاء الله اللي غتاهلكم باش انكم تولجوا المدارس العليا والمعاهد. وغنبداو ان شاء الله بالملخص ديال الدرس الاول اللي هو درس التفاعلات المسؤوله عن تحرير الطاقه الكامنه في الماده العضويه. دونك ملي كنقول التفاعلات المسؤوله كاين جوج تفاعلات تو سامبلومون جوج ديال التفاعلات اللي كاينين في هذا الدرس، كاين التنفس الخلوي وكاين التخمر، جوج ديال التفاعلات. اول حاجه غنديروا مقارنه ما بين التنفس والتخمر باش هكا انطلاقا من هذه المقارنه غنخرجوا المفهوم ديال التنفس ومفهوم ديال التخمر. غنشوفوا في هذه المقارنه اوجه التشابه، يعني فاش كيتشابهوا التنفس والتخمر هاد جوج ديال الطرق وفاش كيختلفوا هاد جوج ديال التفاعلات. بالنسبه لاوجه التشابه بجوج بهم لا التنفس لا التخمر كيبداو بنفس المستقلب الطاقي، يعني بنفس الماده العضويه اللي هي الجليكوز. هذا اول حاجه. ثاني حاجه هما بجوج بهم هاد التفاعلات هما تفاعلات الهدف ديالهم هو انتاج الطاقه اللي هي الاي تي بي، غير هو الحصيله الطاقيه ديال التنفس كتختلف على التخمر وغنشوفوها في اوجه الاختلاف. كذلك التنفس والتخمر بيان سور الاشتراك اللي كيشاركوا فيه في المرحله الاولى، المرحله الاولى هي مرحله انحلال الجليكوز، هذه مرحله مشتركه ما بين التنفس والتخمر، وهذه المرحله هذه كتتم في الجبله الشفافه. هذا فيما يخص اوجه التشابه. ندوزو دابا لاوجه الاختلاف، يعني فاش كيختلفوا التنفس والتخمر. بالنسبه للتنفس ما هو الا هدم كلي للجليكوز، يعني الجليكوز كيتهدم بشكل كلي، والنتيجه ديال داك الهدم الكلي شنو كينتج عليه؟ واحد الحتاله معدنيه. حتاله معدنيه يعني النواتج ديال التنفس هو جزيئات الماء و CO2. كيف ما كتعرفوا هذه الحتاله المعدنيه يعني ما كتختزنش الطاقه، ما فيها لا طاقه لا والو. الوغ كو بالنسبه للتخمر ما هو الا هدم جزئي للجليكوز، يعني كيتهدم بشكل اللي هو جزئي وكيبقى والناتج ديالو هي واحد الحتاله عضويه اللي هي ممكن تكون الايثانول او الحمض اللبني. هذا بالنسبه لاوجه الاختلاف الاولى. بالنسبه لاوجه الاختلاف المواليه، التنفس الخلوي كيف ما كتعرفوا المرحله الاولى التنفس الخلوي والتخمر كيتمو في نفس المكان اللي هي الجبله الشفافه. الوغ كو المراحل الاخرى اللي جايه ديال التنفس كيف ما كتعرفوا ان التنفس كيحتاج يعني عده مراحل، داكشي علاش كيدوم لمده طويله. يعني المراحل الاخرى اللي مورا مرحله الانحلال الجليكوز كتتم في الميتوكوندري، الوغ كو التخمر عنده مكان واحد اللي هو الجبله الشفافه. اختلاف اخر ما بين التنفس والتخمر ان هاد التنفس الخلوي كيحتاج واحد الوسط اللي هو حي هوائي، سيتادير ضروري من وجود الاودو، الوغ كو التخمر واحد كيحتاج واحد الوسط اللي هو حي لا هوائي، يعني في غياب اودو ما محتاجش الاودو. واخيرا وليس اخيرا اوجه الاختلاف ما بين التنفس والتخمر كاين الحصيله الطاقيه. كيف ما قلت لكم الحصيله الطاقيه ديال التنفس كتكون كبيره، يعني شحال 38 ديال الاي تي بي، الوغ كو الحصيله الطاقيه كتكون ضعيفه بزاف بالنسبه للتخمر، يلاه جوج ديال الاي تي بي. ايوا دابا من بعد ما شفنا ودرنا مقارنه ما بين التنفس والتخمر الخلوي غنشوفوا المفاهيم شنو كنقصد بالتنفس الخلوي وشنو كنقصد بالتخمر، كذلك بنوعيه سواء كان التخمر الكحولي ولا التخمر اللبني. غالبا ما كيتعطاو هاد المفاهيم الا تحطت هاد الوحده على شكل
السرداب المعارف. وانطلاقا من داك الجدول اللي كنا شفنا من قبل اللي فيه المقارنه، غنقدروا اننا نخرجوا المفهوم ديال التنفس ومفهوم التخمر. يعني التنفس غيكون نفس التعريف، غير هو لي موكلي لي مو باش تعتبر هذيك المفهوم راه صحيح، خاصو يكونوا لي موكلي داكوغ، من بين لي موكلي اللي خاصهم يكونوا في التنفس الخلوي. يعني درتي التعريف يكون هدم، يكون هدم كلي، يكون وجود العضو يعني تفاعلات حية هوائية، يكون إنتاج ATP، يكون مثلا حتالة معدنية. يعني هادو لي موكلي ديال التنفس الخلوي، وكل واحد كيفاش كيصوغ هذيك المفهوم ديال التنفس الخلوي. الى جينا وقالك عطيني واحد التعريف ديال التنفس الخلوي، اش راح تقول لي؟ ما هو الا تفاعلات حية هوائية بين قوسين سيتادير كان، يعني شنو كنقصدوا بتفاعلات حية هوائية؟ يعني تحدث بوجود O2 وتتم على مستوى الميتوكوندري وتسمح بالهدم الكلي، يعني كاين هدم كلي لجزيئات الجليكوز لإنتاج الطاقة بين قوسين الATP، وبالتالي الحصول على حتالة في الأخير، الحصول على حتالة اللي هي معدنية، ونديرو بين قوسين CO2 والH2O. هذا مفهوم التنفس الخلوي، وممكن كذلك تعطيه المعادلة ديال التنفس الخلوي اللي غنشوفوها فيما بعد في الحصيلة ديال مختلف المعادلات اللي غتكون في هذا الدرس إن شاء الله. دابا غنشوفوا المراحل ديال التنفس الخلوي. قلنا كاين واحد المرحله بعدا مشتركه ما بين التنفس والتخمر، هذه المرحله المشتركه هي مرحله انحلال الجليكوز. غنفهموا، ممكن يقول لك عطيني تعريف ديال هذه المرحله هذه اللي هي مرحله انحلال الجليكوز. الا قال لك عطيني تعريف مرحله انحلال الجليكوز، تقولي تو سامبلومون هي عبارة عن مرحلة مشتركة كيف ما قلنا من قبل بين التنفس والتخمر، وهي عبارة عن ماذا؟ عن سلسلة من التفاعلات تتم على مستوى، فين كتتم؟ على مستوى الجبلة الشفافة بدون استهلاك الأودو، يعني ما كاينش أودو. يعني هاد التعريف ديجا، يعني قلنا هاد الشيء ديجا ذكرناه غير من في المرحلة الأولى كيف ما قلت لكم ديال انحلال الجليكوز. فهاد المرحله هذه اللي كيهمني انا فهاد المرحله، يعني ما خصنيش نعرف كاع لي زيطاب كاملين، اللي خصني نعرف هو المتفاعلات والنواتج ديال هاد المرحله تو سامبلومون. بالنسبه للمتفاعلات ديال هاد المرحله هذه، عندي الجليكوز زائد جوج ديال NAD+ زائد جوج ديال ADP زائد جوج ديال PE. شنو كتعطيني اون فان كونت؟ يعني في النواتج كتعطيني جوج ديال CH3COOH زائد جوج ديال NADHH+ زائد جوج ديال ATP. يعني الا بنقول النواتج ديال هذه المرحله هذه هي جوج ديال حمض بيروفيك اللي هو CH3COOOH زائد جوج ديال NADHH+ زائد جوج ديال لي ATP. دونك هذه هي الحصيله ديال هاد المرحله هذه. هاد المرحله سهله جدا، يعني اللي خصك تعقل على النواتج. الا عقلت على النواتج غتقدر تخرج المعادله ديال مرحله انحلال الجليكوز. غنشوفوا المعادله ديال هاد المرحله هذه. بالنسبه للمعادله ديال مرحله انحلال الجليكوز، شنو كنديروا؟ C6H12O6 زائد جوج ديال NAD+ زائد جوج ديال ADP زائد جوج ديال PE. شنو كتعطيني؟ جوج ديال CH3COOOH اللي هي حمض بيروفيك. خصك تكون انت مطالب بانك تعرف الصيغه ديال حمض بيروفيك، زائد جوج ديال NADH+ زائد جوج ديال ATP. هاد المرحله هادي شنو خصك تعرف فيها؟ ضروري المعادله خصك تحفظها، هاد المعادله هادي باش يكون واضح. دابا سالينا من هذه المرحله هذه اللي هي مرحله مشتركه ما بين التنفس والتخمر، كتتم على مستوى الجبله الشفافه وكتكون بدون استهلاك الO2. غنمشيو للمرحله الثانيه ديال التنفس الخلوي اللي هي تفاعلات دوره كريبس. وهذه تفاعلات دوره كريبس ضروري كتحتاج الO2، وفين كتتم؟ على مستوى على مستوى الميتوكوندري. الميتوكوندري بالضبط على مستوى الماتريس، على مستوى الماتريس. وفيها جوج ديال المراحل، كاين المرحله الاولى والمرحله الثانيه. المرحله الاولى هي تكون اسيتيل كوانزيم ا، تكون اسيتيل كوانزيم ا.
حيث تتحول جزيئات هامبيروفيك، يعني اخر حاجه كنا وصلنا لها هو هامبيروفيك، علاش كيتحول الاسيتيل كوانزيم ا مع تشكل جزيئه واحده من ال ار دي اتش اتش بلس وطرح جزيئه واحده من سي او 2. دونك هي عندي في الشيمه هنايا جوج ديال هامبيروفيك كيتحول الاسيتيل كوانزيم ا، وشنو كيعطيني؟ كيعطيني اللي نعقل عليه هو انه كيعطيني جوج ديال ان ار دي اتش اتش بلس في هذه المرحله هذه، وجوج ديال سي او 2. المرحله الثانيه هي دوره كريبس. هاد دوره كريبس ما هي الا هدم كل ديك الجزيئات ديال الاسيتيل كوانزيم ا، وهي عباره عن مجموعه من التفاعلات اللي هي كتميز بازاله سي او 2 الكربون، ازاله سي او 2 بالاضافه الى اختزال مجموعه من المركبات ان ار دي بلس والاف ار دي اف ار دي اللي مهم، وكذلك بالاضافه الى تكون الجزيئات ديال الاي تي بي اللي مهم في دوره كريبس. نعرف ان هاد النواتج وهاد هاد النواتج ديال هاد المرحله هذه، يعني شحال ديال النواقل المختزله، شحال ان ديال ان ار دي اتش اتش بلس، وشحال ديال اف ار دي اتش، وشحال ديال الاي تي بي. نمشيو لدوره كريبس. دوره كريبس شحال عندي من ان ار دي اتش؟ حنايا الا اعتبرنا الا خدمنا غير بجزيئه واحده ديال الاسيتيل كوانزيم ا، غتكون عندي 3 ديال ان ار دي اتش، 3 ديال ان ار دي اتش في دوره كريبس هي 3 ديال ان ار دي اتش، وجزيئه واحده ديال اف ار دي اتش، وجزيئه واحده ديال الاي تي بي. داكو هاد الجزيئات قلنا 3 ديال ان ار دي ان ار دي اتش اتش بلس، مع العلم انني انا عندي جوج ديال الجزيئات، يعني كلشي غنضربو في جوج. يعني اللي هنا اللي مهم نعرف المعادله، المعادله ساهله وبسيطه. نمشيو للمعادله ديال هذه المرحله هذه. معادله خصنا نعرف معادله ديال تكون اسيتيل كوانزيم ا، شنو اخر حاجه وصلنا لها هو هامبيروفيك سي اتش سي سي اتش 3 سي او سي او او اتش زائد الكو الكوانزيم ا كو، وكنكتب وحدها اتش زائد واحد الجزيئه واحده ديال ان ار دي بلس. شنو كتعطيني؟ الكوانزيم ا شق الاسيتيل سي اتش 3 سي او كو زائد ان ار دي اتش اتش بلس زائد سي او 2 كو. ها هو هاد الا لاحظتوا الا مشينا للهامبيروفيك سي اتش 3 سي او سي او او اتش سي او 2 كتمشي، ها هي هي اللي عندي هنايا، غيبقى لي سي اتش 3 سي او، وهاد سي او راه مشات على شكل سي او 2، وهاد اتش مشات لان ار دي بلس، غتبقى ليا غتلصق فيها الكوا هاد الجزء هذا كوا، وبالتالي غتكون شق الاسيتيل كونزيم ا، وغتكون لي جزيئه واحده ديال ان ار دي اتش اتش بلس زائد سي او 2. هادي خصك حتى هي تكون عارفها هاد المعادله، حفظها ديال تكون الاسيتيل كونزيم ا. قالت لي معادله ديال هدم هامبيروفيك بالماتريس، هدم هامبيروفيك بالماتريس يعني هي واحد المعادله اللي هي جلوبال جمع عليا كلشي، الهدم هامبيروفيك بالماتريس، الهدم ديال هامبيروفيك بالماتريس غنجمعوا الان ار دي بلس شحال من الهامبيروفيك حتى دوره كريبس. عندي اول حاجه كيف ما كتشوفوا هنا عندي 4 ديال ان ار دي بلس 4، كان واحد ان ار دي بلس فاش تكون لي الاسيتيل كونزيم ا، وثلاثه في دوره كريبس هي 4، وواحد ديال اف ار دي في دوره كريبس، وواحد ديال الاي دي بي زائد بي ال تعطيني واحد ديال الاي تي بي. وباش كنوازن المعادله بثلاثه ديال الجزيئات ديال الماء، وبالاضافه بيان سور اللي ما نساوش اللي هو حمض بيروفيك في الاخر غيعطيني شحال من جزيئات ديال ان ار دي بلس، 4 ديال ان ار دي اتش اتش بلس زائد اف ار دي اتش واحد اف واحد ديال اف ار دي اتش 2 زائد ا تي بي وحده زائد 3 ديال سي او 2. يعني هاد المعادلات مهمين، احفظ هاد المعادلات ديال تكون الاسيتيل كوانزيم ا، وهادي ديال هامبيروفيك، هاد هامبيروفيك بالماتريس. وهنا غنكونوا سالينا المراحل ديال هاد المراحل ديال التنفس. بقات لينا المرحله الاخيره اللي غتشوفوا معايا الان، نمر الى المرحله الثالثه في التنفس اللي هي التفاصفر المؤكسد. هذه المرحله هذه كتتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري، وكتتم عبر مجموعه من المراحل. المرحله الاولى هي اكسده جزيئات ان ار دي اتش اتش بلس والاف ار دي اتش 2،
الاكسيدات شنو نقصدوا بها؟ يعني انتزاع ديال الالكترونات والبروتونات، هذه اول حاجه. ثاني مرحله بعد ذلك انتقال الالكترونات، الالكترونات كينتقلوا عبر بروتينات السلسله التنفسيه. هنايا بروتينات السلسله التنفسيه تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6، هادو كاملين كيتسموا بروتينات السلسله التنفسيه. دونك انتقال هاد الالكترونات كيف ما كتشوفوا في الوثيقه الى اخر متقبل للالكترونات اللي هو الاكسجين، وبالتالي يتم اختزاله وكيتحول الى جزيئات الماء. يعني هاد الاوتو ملي كيكتسب جوج ديال الالكترون وكيكتسب جوج ديال البروتونات كيتم اختزاله وبالتالي كيتحول الى جزيئات الماء. هاد العمليه هادي ديال انتقال الالكترونات عبر السلسله التنفسيه تسمى بالاكسده، سميتها الاكسده التنفسيه. يعني الا قالك عطيني تعريف ديال الاكسده التنفسيه، ما هي الا انتقال الالكترونات عبر بروتينات السلسله التنفسيه الى اخر متقبل الالكترونات اللي هو الاودو. الا قالك عطيني تعريف ديال الاكسده التنفسيه، هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه خلال انتقال، ملي كيكونوا هاد لي زيلكترون كينتقلوا عبر السلسله التنفسيه شنو كيوقع؟ يتم نقل البروتونات الاش بلس اللي كاينين في الماتريس، هاد لي اش بلس اللي كاينين في الماتريس كيتم النقل ديالهم من الماتريس الى الحيز بغشاء، يعني كيخرجوا الحيز بغشاء. وملي كيخرجوا الحيز البغشائي هذا يؤدي الى تشكل ممالي البروتونات. ملي كنقول ممالي البروتونات يعني واحد الفرق في التركيز، يعني التركيز ديال لي زاش بلس في الحيز البغشائي كيولي مرتفع جدا مقارنه مع الماتريس. هذا هو المفهوم ديال ممال. المرحله المواليه اللي هي المرحله الرابعه، كنعرفوا ان هذا الغشاء الداخلي غير نافذ للبروتونات اش بلس، وبالتالي رجوع هاد لي زاش بلس عبر واحد الانزيم اللي كيتسمى الاتي بي سانتيتاز كيف ما كتشوفوا رجوع. وهاد التدفق ديال لي زاش بلس كيعطيني واحد الطاقه اللي كتجمع ليا ما بين الادي بي والبي اي، وبالتالي الحصول على الاتي بي، بالتالي كنحصلوا على الاتي بي. وهاد العمليه هادي تسمى بالتفسفر. مي نقولك تفسفر هي شنو؟ هي الاي دي بي زائد البي اي زائد الطاقه كتعطيني الاي تي بي، وكتتم على مستوى الانزيم اللي كيتسمى الاي تي بي سانتيتاز. جيسبر يكون واضح. الاكسده التنفسيه انتقال ديال الالكترونات عبر هاد النواقل ولا عبر السلسله التنفسيه، الوغ كو التفسفر هو اجتماع ولا كيتجمع ديك الاي دي بي بالبي اي زائد واحد الطاقه كيتجمعوا بواسطه ديك الطاقه وكيعطيوني ا تي بي، هذه هي التفسفر. هاد العمليه جوج ديال عمليه الاكسده التنفسيه والتفسفر بجوج بهم كيتسموا بظاهره التفسفر المؤكسد، والهدف من هاد الظاهره ديال التفسفر المؤكسد هو انتاج الاي تي بي انطلاقا من اش؟ من اكسده دوك النواقل اللي ديجا حصلنا عليهم في دوره كريبس وفي مرحلة ديال تكون الاسيتيل كونزيم. هذوك النواقل اللي حصلنا عليهم كتتم الاكسده ديالهم على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري، بهدف بيان سو اننا في الاخير نستخرجوا طاقه. وكيف ما كتعرفوا ان الاي دي اش اش بلس كتعطيني 3 ديال لي زاتي بي 3، الوغ كو الاف دي اش 2 كتعطيني 2 ديال الاتي بي. الا مشينا التفاعلات الاساسيه اللي كاينه في هذه المرحله، كاين بيتوغ عباره عن تفاعلات اكسده اختزال. كاين الا قال لك عطيني مثلا تفاعل ديال الاكسده ديال ان ا دي، تفاعل الاكسده ديال ان ا دي بلس، تفاعل الاكسده يعني راه كيكون فقدان. اش ندير؟ ندير ان ا دي اش اش بلس وندير سهم كيعطي ان ا دي بلس زائد 2 ديال الالكترون زائد 2 ديال لي جاز اش بلس. الا قال لك تفاعل ديال الاختزال غدير العكس، غديرها في هذا الاتجاه هذا، غدير ان ا دي بلس زائد 2 ديال الالكترون كيعطيني زائد 2 ديال اش بلس كيعطيني ان ا دي اش اش بلس، ولا ما شوز بالنسبه الاف ا دي اش 2. دابا نمشيو للاختزال. الا قال لك عطي معادله الاختزال او 2 غدير 1 على 2 او 2 زائد 2 ديال الالكترونات زائد 2 ديال اش بلس كتعطيني
جزيئات الماء. إذا قال لك عطيتها فصفور والحال ماء، إذا قال لك عطاني تفصفر، إذا قال لك عطيتها فصفور عشان ندير الـ ATP زائد P زائد طاقة كتعطيني في هذا الاتجاه كتعطيني ATP. إذا قال لك عطي معادلة ديال الحال ماء، العكس الحال ماء هي التفكك، دير ATP كي دير ATP كيعطيني ADP زائد P زائد طاقة، يعني في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه هذه هي الحال ماء، الحال ماء هي التفكك، وفي هذا الاتجاه هذا راه هي التفصفر. ومعادلة الأخيرة ديال التنفس اللي هي قلت لكم في الأول أننا نطرق لها، ضروري تكون عارف معادلة ديال التنفس اللي هي جزيئات الجلوكوز سي 6 H12 أو 6 زائد 6 ديال O2 زائد 38 ADP زائد PE اللي كتعطينا في الأخير 6 ديال جزيئات ديال CO2 و 6 ديال جزيئات الماء زائد 38 ديال ATP. وهنايا كنكون سالينا المراحل ديال التنفس اللي هما اللي لاحظتوا بساطين وبزاف، يعني خصك تكون ضابط المعادلات باش الا طلبوا منك شي معادله تعطيها لهم. الان نمر الى المرحله الثالثه في التنفس اللي هي التفصفر المؤكسد. هذه المرحله هذه كتتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وكتتم عبر مجموعه من المراحل. المرحله الاولى هي اكسده جزيئات الان ار دي اش اش بلس والاف ار دي اش 2. الاكسده شنو نقصدوا بها؟ يعني انتزاع ديال الالكترونات والبروتونات، هذه اول حاجه. ثاني مرحله بعد ذلك انتقال الالكترونات، الالكترونات كينتقلوا عبر بروتينات السلسله التنفسيه. هنايا بروتينات السلسله التنفسيه تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6 هادو كاملين كيتسموا بروتينات السلسله التنفسيه. دونك انتقال هاد الالكترونات كيف ما كتشوفوا في الوثيقه الى اخر متقبل للالكترونات اللي هو الاكسجين، وبالتالي يتم اختزاله وكيتحول الى جزيئات الماء. يعني هذا الاوتو ملي كيكتسب جوج ديال الالكترون وكيكتسب جوج ديال البروتونات كيتم اختزاله وبالتالي كيتحول الى جزيئات الماء. هذه العمليه هذه ديال انتقال الالكترونات عبر السلسله التنفسيه تسمى بالاكسده، سميتها الاكسده التنفسيه. يعني الا قال لك عطيني تعريف ديال الاكسده التنفسيه، ما هي الا انتقال الالكترونات عبر بروتينات السلسله التنفسيه الى اخر متقبل الالكترونات اللي هو الO2. الا قال لك عطيني تعريف ديال الاكسده التنفسيه، هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه خلال انتقال ملي كيكونوا هاد لي زيلكترون كينتقلوا عبر السلسله التنفسيه، شنو كيوقع؟ يتم نقل البروتونات الاش بلس اللي كاينين في الماتريس، هاد لي اش بلس اللي كاينين في الماتريس كيتم النقل ديالهم من الماتريس الى الحيز بغشاء، يعني كيخرجوا الحيز بغشاء. وملي كيخرجوا الحيز البغشائي هذا يؤدي الى تشكل ممالي البروتونات. مي كنقول ممالي البروتونات يعني واحد الفرق في التركيز، يعني التركيز ديال لي زاش بلس في الحيز البغشائي كيولي مرتفع جدا مقارنه مع الماتريس. هذا هو المفهوم ديال ممال. المرحله المواليه اللي هي المرحله الرابعه كنعرفوا ان هذا الغشاء الداخلي غير نافذ للبروتونات اش بلس، وبالتالي رجوع هاد لي زاش بلس عبر واحد الانزيم اللي كيتسمى الاتيبي سانتيتاز كيف ما كتشوفوا رجوع. وهاد التدفق ديال لي زاش بلس كيعطيني واحد الطاقه اللي كتجمع ليا ما بين الاتيبي والبي اي، وبالتالي الحصول على الاتيبي، بالتالي كنحصلوا على الاتيبي. وهاد العمليه هادي تسمى بالتفصفر. مي نقولك تفصفر هي شنو؟ هي الADP زائد البي زائد طاقة كتعطيني الATP، وكتتم على مستوى الانزيم اللي كتسمى الATP سانتيتاز. جيسبيغ يكون واضح الأكسدة التنفسية انتقال ديال الإلكترونات عبر هاد النواقل ولا عبر السلسلة التنفسية، ألوغ كو التفصفر هو اجتماع ولا كيتجمع ديك الADP بالبي زائد واحد الطاقه كيتجمعوا بواسطه ديك الطاقه وكيعطيوني ATP، هذه هي التفصفر. هاد العمليه جوج ديال عمليه الاكسده التنفسيه والتفصفر بجوج بهم
كيتسموا بظاهرة تفسفر المؤكسيد، والهدف من هذه الظاهرة التفسفر المؤكسيد هو إنتاج الـ ATP انطلاقا من أش من أكسدة دوك النواقل اللي ديجا حصلنا عليهم في دورة كريبس وفي مرحلة ديال تكون أسيتيل كونزيم أ. هذوك النواقل اللي حصلنا عليهم كتم الأكسدة ديالهم على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري بهدف بيان سو أننا في الأخير نخرجوا طاقة. وكيف ما كتعرفوا أن الـ FADH بلس كتعطيني 3 ديال ATP 3 alors que le FADH2 كتعطيني 2 ديال الATP. الا مشينا للتفاعلات الاساسيه اللي كاينه في هذه المرحله، كاين بيان سور عباره عن تفاعلات اكسده اختزال. كاين الا قال لك عطيني مثلا تفاعل ديال الاكسده ديال NAD، تفاعل الاكسده ديال NAD بلس تفاعل الاكسده، يعني راه كيكون فقدان. اش ندير؟ ندير NADHH بلس وندير سهم كيعطي NAD بلس زائد 2 ديال الالكترون زائد 2 ديال لي جاز H بلس. الا قال لك تفاعل ديال الاختزال غدير العكس، غديرها في هذا الاتجاه هذا، غدير NAD بلس زائد 2 ديال الالكترون كيعطيني زائد 2 ديال H بلس كيعطيني NADHH بلس. ولا ميم شوز بالنسبه FADH2. دابا نمشيو للاختزال. الا قالك عطيني معادله اختزال O2، غدير 1 على 2 O2 زائد 2 ديال الالكترونات زائد 2 ديال H+ كتعطيني جزيئات الماء. الا قالك عطيني التفسفر والحل ماء، الا قالك عطيني تفسفر، الا قالك عطيني التفسفر اش ندير؟ ADP زائد PI زائد طاقه كتعطيني في هذا الاتجاه كتعطيني ATP. الا قال لك عطي معادله ديال الحل ماء، العكس الحل ماء هي التفكك، غدير ATP كيدير ATP كيعطيني ADP زائد PI زائد طاقه، يعني في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه هذه هي الحل ماء، الحل ماء هي التفكك، وفي هذا الاتجاه هذا راه هي التفسفر. ومعادلة الأخيرة ديال التنفس اللي هي قلت لكم في الأول أننا نطرقوا لها، ضروري تكون عارف معادلة ديال التنفس اللي هي جزيئات غليكوز C6H12O6 زائد 6 ديال O2 زائد 38 ADP زائد PI اللي كتعطينا في الأخير 6 ديال جزيئات ديال CO2 و 6 ديال جزيئات الماء زائد 38 ديال ATP. هنايا كنكون سالينا المراحل ديال التنفس اللي هما لاحظتوا بساطين وبزاف، يعني خصك تكون ضابط المعادلات باش الا طلبوا منك شي معادله تعطيها لهم. اما الان سوف نمر الى اخر مفهوم واخر تفاعل اللي هو التخمر، اللي ما فيش بزاف ينسى. خصنا نعرف المفهوم ديال التخمر، تعريف ديال التخمر ما هو الا هدم جزئي للغليكوز في غياب O2، يعني في واحد الوسط حي لا هوائي، يعني غياب O2 يحدث في الجبله الشفافه وينتج عنه طاقه ضعيفه اللي هي 2 ديال ATP اضافه الى هاد اضافه الى كتبقى. الى قالوا لك تخمر لبني راه غدير اضافه الى الحمض اللبني، الى قالوا لك تخمر كحولي في التعريف غدير اضافه الى الايثانول و CO2 على حسب اش من تخمر. اي ولما الا عطاوك اون جينيرال غير تخمر غدير اضافه الى حتاله عضويه بين قوسين حمض لبني او ايثانول، هذا كتعريف للتخمر. بالنسبه اللي خصك تعرف هنايا في التخمر، خصك تعرف المعادله ديال التخمر اللبني والمعادله ديال التخمر الكحولي. غنمشيو للمعادلات، معادلات خصك تكون ضابطهم ضروري. معادله بالنسبه للمعادله ديال التخمر اللبني، التخمر اللبني معادله ديالو هو جزيئات الجليكوز C6H12O6 زائد 2 ديال ADP زائد 2 ديال PI. كنعرفوا ان التخمر الا كان لبني ولا كحولي كيعطينا 2 ديال ATP، داكشي علاش كنديروا 2 ديال ADP زائد 2 ديال PI غيعطيني 2 ديال CH3CHO H زائد 2 ديال ATP. يعني خصك ضروري تحفظ لهاد الصيغه ديال الحمض اللبني، غتشد تكون حافظ انت اصلا هذيك الصيغه ديال الحمبيروفيك. شنو غادي دير؟ يعني
طريقه سهله الا بغيتي تعقل عليها. الحين بيروفيك سي اش 3 سي او او اش، انت غتمشي ديك السي او اللي كاينه في حمض بيروفيك وتدخل اش من هنا واش من هنا، يعني جوج ديال لي زاش لي زايدين. غير هذيك فكره باش تعقل على الصيغه ديال هاد الحمض اللبني. بالنسبه للتخمر الكحولي الحصيله ولا المعادله ديالو بيان سور حتى هي الجليكوز زائد جوج ديال ا دي بي زائد جوج بي اي، كيعطيني جوج ديال سي اش 3 سي اش 2 او اش زائد جوج ديال ا تي بي زائد جوج ديال سي او 2. لا ديفيرونس ما بين التخمر اللبني والتخمر الكحولي هو سي او 2، يعني التخمر الكحولي كيكون فيه انتاج ديال سي او 2 الوغ كو التخمر اللبني ما فيهش انتاج ديال سي او 2. بالاضافه الى ان التخمر اللبني كيحتاج يعني كيتم انتاج فيه الحمض اللبني، الوغ كو التخمر بالنسبه للتخمر اللبني قلنا كيتم انتاج الحمض اللبني، الوغ كو التخمر الكحولي كيتم انتاج الايثانول. يعني انت خصك تكون عارف هاد المعادله الضروري ديال التخمر اللبني والتخمر الكحولي، وهذا الشيء اللي كاين في هاد الدرس. يعني انا ركزت لكم على اهم النقط اللي كيتحطوا في الوطني، هادو هما اهم النقط. يعني خصك تعرف المعادلات، شنو قلت كخلاصه، خصك تعرف معادله ديال التنفس تكون ضابطها عارفها، خصك تعرف معادله ديال التخمر اللبني ومعادله ديال التخمر الكحولي ضروري، خصك تعرف معادله ديال التفسفر الحلمائي ديال الاتيبي، خصك تعرف اختزال والاكسده ديال النواقل ان ا دي بلس و اف ا دي، وخصك تعرف هذيك المرحله ديال تكون الاسيتيل كوا والحصيله ديال هاد محمد البيروفيك بالماتريس. وبالتالي غنكونوا هنايا نكونوا سالينا الدرس ولخصنا يعني اهم النقط اللي غتحتاجوهم في الوطني. اي حظ سعيد وموفق لجميع التلاميذ ان شاء الله.